بسم الله الرحمن الرحيم. السيد مولانا مكي مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ولاية وهران. المديرية العامة وبتوجيهات من السيد المدير العام قمنا بتنظيم أيام مفتوحة، أيام إعلامية مفتوحة مخصصة لجميع المشتركين تاعنا واللي عندهم علاقة بالكازنوز، وهذه الأيام المفتوحة موجهة للتجار وكذلك موجهة للمحامين والأطباء وموجهة للحرفيين وكذلك لكل سائقي السيارات، وبصفة عامة موجهة لكل شخص سواء طبيعي ولا معنوي اللي عنده لوجيستر ولا عنده أغريمون ولا عنده لاكارت ارتيزون، وكذلك موجهة كذلك للفلاحين. الهدف من هذه الأيام الإعلامية هو أن نقدموا الامتيازات لمدها الصندوق للمشتركين تاعنا، ومن بين الامتيازات خاصة الامتيازات الاستثنائية، وهو أن كل مشترك ما عندوش قدرة باش يخلص لامين تاع أونكور يعني السنة الحالية فينجم يدير كالندري، وهذا الكالندري ينجم يروح معانا حتى أربع مرات، وكل ثلاث أشهر يخلص لاكوتيزاسيون تاعو، وبالتالي راح يستفاد من التغطية الصحية وكذلك لاكتيفاسيون تاع لاكارت شيفا. هذا الامتياز ما كانش من قبل، وهذا يعتبر امتياز استثنائي وحق، ويعني سي أول مرة باش يكون المشترك نتاعنا على المستوى لاكازنوس ينجم يدفع الاشتراكات نتاعو بالتقسيط، وهذا باش نخفوا على الميزانية نتاعو، وكذلك باش تكون عنده الوقت باش ينجم يجمل يعني لاكوتيزاسيون ويخلصها كل ثلاث أشهر. راح كي تقدموا عندنا راح يلقاو كل التسهيلات الأخرى وكذلك الامتيازات الأخرى اللي يلقاوها على المستوى يعني على مستوى المراكز نتاعنا. ونقول حتى بالنسبة للناس اللي عندهم ثلاث سنين وأربع سنين وخمس سنين ما خلصوش، يعني تقدموا لاكازنوس ونديروا لهم كالندري على حسب السنوات نتاعهم، والكالندري هذا يروح حتى العامين باش ينجموا يخلصوا الاشتراكات نتاعهم، وبالتالي يستفاد من السنوات اللي ضيعوها مسبقا.